طاشت علينا شوية لعبنا، ولكن ما باش تبارك، ولكن في الأخير وصفنا الله وماركينا البديل ثلاثة النقاط اللي غادي يكفيونا باش نكملوا البطولة وإن شاء الله مزيد مزيد. الأداء الأداء أخويا اش غنقول لك، خاص شوية فينيسيو، خاص خاص لي كيما مازال خدمة شوية. انتصار بعد معاناة معاناة صراحة، في ثلاثة دقائق كنا نقدروا نسجلوا ثلاثة أهداف. المهم بروميتا دوزناها تقريبا من ضمن ربعة الماتشات، دوزنا أحسن بروميتا هذا العام. ولكن عندنا مشكل في واحد المدرب، ملي كتشوف بروميتا مثلا كنقولوا ديال اللعابة، دوزميتا ديال المدرب، دوزميتا ما شفناهاش من ديال المدرب. ما غاديش نبقى احنا كجمهور كنعرفوا الضريبه ديال الراجا، كنوصلوا البوطو برومير ما توصلنا البوطو، ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه ما هي اربعه، دوزيام ميطا دار لك لي شونجمون اللي عندنا ما بقيناش كنوصلوا الفرقه. الحمد لله كاينه بالعزيمه ديال الدراري بالذوق وبزرهوني بالدراري اللي العزيمه ديالهم اللي كانوا باغيين يربحوا. لا يعقل احنا ما غاديش نطيحوا من الفرقه ديال التوارقه، خسروا في بلادهم حتى الواحد مع بركان، وحنا اليوم ربحناهم بزاف في الدقيقه 87 88 شكرا. كنتمنى من الله المدرب يصحح الاخطاء ديالو، عندنا مشكل في المدرب، حنا ما غنقولوش يسير في حالاته، ولكن خاصو يصحح الاخطاء ديالو لان البطوله باقا طويله. ولكن الناس الفرق اللي انت منافس معاهم على البطوله راه ما خاصكش تضيع النقاط ديالك. صراحه بالنسبه لي انا فوز غير مقنع، فريق رجاء يعني من تحت ورقه وبنسخه جديده خاصو يفوز باريحيه اكبر، تعذبنا كثير وكاين علامة استفهام بزاف على التشكيله وعلى المدرب. كنظن ان الجمهور واخا محتفل، ولكن انا شخصيا ما راضيش على الفوز هذا. المقابله يعني الاهم فيها كان هو ثلاثه نقاط، لانه الاداء شيئا ما يعني كان زمنيت الاولى استبشرنا خير يعني كان فريق الرجاء يقتل المقابله في 15 دقيقه الاولى، جاو ثلاثه ديال المحاولات يعني ثلاثه تصدى لهم الحارس وواحده ضربت في العريضه، يعني كان الرجاء يلعب مرتاح لو سجل في بدايه المقابله. وحنا كنعرفوا هذه النوعيه ديال المقابلات فكتكون الا ما كتسجلش يعني في البدايه فالخصم كيزيد يتيق في راسه وكتزيد صعاب المقابله. برافو لاتحاد تورقه، ما نبخسوش لهم الاداء ديالهم، تاكتيكمون كانوا منظمين بشكل جيد خصوصا في دوزيام ميطون. الرجاء يعني في الشوط الثاني ملي قلنا انهم غيدخلوا ويزيدوا انهم يضغطوا على الخصم في المناطق ديالو ويديروا لا بريسيون ويسجلوا، فكان مستوى باهت في الشوط الثاني صراحه. تغييرات غير مفهومه من المدرب الالماني زين باور اللي حد الساعه بوغ موا باقي ما قنعنيش باش نكون معك صريح. تغييرات كما قلت لك غير مفهومه، مع احتراماتي للوردي وزريده ولكن المستوى تراجع بشكل كبير. التغيير ديال بوغرين اللي صراحه قدم مستوى جيد وكان يلعب المقابله كلها لانه يلاه جا خصو ياخذ لو ريتم ديالو. دومينغو باقي ما واجدش باش نكونوا واقعيين، تم الانتداب ديالو والسيد جاب ليسي ما عرفش كيفاش تجر الرجاء وشكون اللي اختار هذا اللاعب هذا. المهم على العموم المدرب كما قلت لك اخويا امين عنده تركيبه بشريه في المستوى العالي، خصو يزيد يخدم ويزيد يشتغل لانه باقي ما شفناش لو بليس ديالو في الرجاء. كما قلت لك عنده احسن تركيبه بشريه في المغرب، كنقولوا كنتحمل المسؤوليه، خص غير المدرب يبين لنا لانه اللي كتجي الرجاء والفرق الكبيره خصك تعطي لو بليس ديالك. المدرب زين باور باقي ما شفناش لو بليس ديالو في الرجاء، وبرافو لهذا البوبليك هذا اللي صراحه عطى اضافه اليوم، وكنتمنى ان شاء الله انه هذا الانتصار يزيد يحفز الفريق باش ياخذ المقابلات الجايه بواحد الاريحيه، لان البطوله هذا الموسم غتكون صعيبه وصعيبه بزاف.